أهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية أينما كنتم، وهذه تغطية خاصة بالانتخابات الأمريكية. يشتعل الداخل الأمريكي بعدد من القضايا الشائكة التي تتعلق بمرشحي الرئاسة الأمريكية، التي من الواضح أنها ستكون أحد أهم الانتخابات على مدار التاريخ الأمريكي كله. وما زالت الانقسامات السياسية تتسع داخل أروقة الكونغرس، وذلك عقب إفشال الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ محاولة الغالبية الجمهورية في مجلس النواب لعزل وزير الأمن الوطني أليخاندرو مايوركاس، الأمر الذي أكد أن الانقسامات داخل الكونغرس تتسع يوما بعد الآخر فيما يتعلق بأحد أهم القضايا المؤثرة قبل نحو 7 أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية. وبين مؤيد ومعارض لسن قوانين جديدة تتعلق بحماية الحدود الأمريكية من تدفق الآلاف بل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين، هناك تباين بين وجهات النظر الجمهورية والديمقراطية. فالأول يرى أنه لا حاجة لسن قوانين جديدة، وأن حل الأزمة ينحسر في بناء الجدار الحدودي. أما وجهة النظر الديمقراطية فترى أن هناك إصرارا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بتعطيل تعديل قوانين الهجرة ودفع الجمهوريين إلى عدم التصويت للمشروع، كما أن محاولة عزل وزير الأمن الأمريكي ما هي إلا خطوة من الجمهوريين لإلقاء اللوم على أطراف أخرى والهروب من الحوار لإيجاد الحلول. أزمة الهجرة ليست القضية الوحيدة المثيرة للجدل داخل الشارع الأمريكي، فاليوم تبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب الجنائية بعد اكتمال عدد المحلفين في قضايا شراء الصمت أو في قضية شراء الصمت. ووفق محللين فإن ترامب قد لا يتعرض للسجن لمدة طويلة على خلفية الاتهامات الموجهة له، لكنه يبقى المرشح الرئاسي المحتمل أن يحكم البيت الأبيض من خلف القضبان. قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن غموض الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة الحربين الرئيسيتين القائمتين غزة وأوكرانيا أثبت ضعف إدارة الرئيس الأمريكي. وأصبحت إدارة الرئيس جو بايدن قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية غارقة في مستنقعها، رغم أن السياسة الخارجية كان ينبغي أن تكون رصيده الرئيسي أمام ناخبيه. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإدارة الأمريكية رفضت أن تعرض على كييف جدولا زمنيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وعلى الجبهة الأخرى في الشرق الأوسط، ورغم دعم الرئيس الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، فإنه حدد لنفسه موقفا ثابتا يتمثل في تجنب دخوله في صراع إقليمي. غير أن واشنطن في غزة كما في أوكرانيا حددت ما لا تريده بسهولة دون تحديد ما تريده، فاتخاذ القرار بشأن المفاوضات مع روسيا متروك للأوكرانيين، والأمر متروك للإسرائيليين لتحديد العملية البرية في غزة. وفي كلتا الحالتين تقدم واشنطن الدعم العسكري والمشورة، لكنها لا تفرض معايير للتسوية. بعد اختيار هيئة المحلفين، اليوم أولى جلسات محاكمة ترامب الجنائية، فتبدأ اليوم الاثنين في نيويورك أولى جلسات المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق في سابقة تاريخية في القضية المعروفة إعلاميا بشراء الصمت، والمتهم فيها ترامب بدفع مبلغ 130,000 دولار للممثلة ستورمي دانيلز قبل انتخابات 2016 التي فاز فيها ترامب بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكان ترامب قد دفع ببراءته من 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من خطة للتستر على مدفوعات لدانييلز. المحاكمة المنتظرة لدونالد ترامب بدأت تتجه نحو الجد بعد أن تم اختيار الأعضاء 12 لهيئة المحلفين التي ستنظر في قضيته المعروفة إعلامياً بشراء الصمت. المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يخفي غضبه من هذه المحاكمة الجنائية التي تعتبر سابقة تاريخية لرئيس أمريكي سابق. And I'm sitting here for days now.
هذا عار أن أجلس هنا منذ عدة أيام ليل نهار في هذه الغرفة المتجمدة. هذا ليس عدلا وسيء للغاية. العالم كله يشاهد هذه المزحة. اختير المحلفون بعناية حيث أجريت قرعة لمئات من سكان منهاتن، ثم طلب منهم الإجابات على سلسلة من الأسئلة حول حياتهم الشخصية والمهنية، وما إذا كانوا قد شاركوا في اجتماعات سابقة لدونالد ترامب في الماضي. في هذه القضية يتهم دونالد ترامب بتزوير وثائق محاسبية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام ستورمي دانييلز، وذلك لشراء صمتها حول علاقاتها بترامب قبل انتخابات الرئاسة لعام 2016. الضغط على المحلفين سيكون كبيراً، لذلك حذر قاضي نيويورك دونالد ترامب من التحريض ضد هيئة المحلفين على شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الخبراء القانونيين يعتبرون هذه القضية الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها ترامب، إلا أنها تعتبر القضية الوحيدة المؤكد البت فيها قضائياً قبل انتخابات 5 نوفمبر. وفي حالة إدانة ترامب فسيظل بإمكانه تولي منصب الرئاسة، لكن وفق خبراء فإن الحكم بالإدانة قد يعرقل فرصه للوصول مرة أخرى إلى البيت الأبيض. من واشنطن ينضم إلينا الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بداية، لما سميت هذه القضية قضية شراء الصمت حتى يكون المشاهد معنا في الصورة؟ مرحبا خالد. القضية معروفة إعلاميا بالفعل كما قلت بشراء الصمت، لأن في هذه القضية الرئيس السابق دونالد ترامب منح أموالا لإحدى الممثلات في عام 2016 أو 2015 بهدف ألا تتحدث عن علاقة جرت بينهما في السنين العشر الأولى من هذه الألفية، وكان ذلك قبل انتخابات 2016 مباشرة والتي فاز فيها دونالد ترامب. في الحقيقة مسألة تقديم الأموال في حد ذاتها، وإن كانت هي ضمن التهم، ولكن التهمة ربما أو التهمتين الأخطر في هذه القضية هي أن ترامب عندما منح هذه الأموال للممثلة أعطاها أولا، هي 130 ألف دولار أعطاها لمايكل كوين المحامي الخاص به، والمحامي بدوره أعطاها للممثلة. ولكن عندما طلب من ترامب أن يكتب في بعض الوثائق المحاسبية عن هذه 130 ألف دولار وفيما صرفت، قال إنها أتعاب محاماة أو مصروفات قضائية. وهنا يعد هذا تزويرا، وهذه تهمة من ضمن التهم 34 التي واجهها ترامب في هذه المحاكمة. تهمة أخرى وربما هي الأخطر والتي يحاول المدعون إثباتها على ترامب في هذه القضية، وهي أنه بهذه الأموال التي دفعها حجب معلومة مهمة عن الناخبين الذين كانوا سينتخبونه في عام 2016، وهي العلاقة التي كانت بينه وبين هذه الممثلة، مما يعد تدخلا في الانتخابات. وبهذا تتضخم هذه القضية وتتحول من مجرد أموال دفعها ترامب في وقت سابق حتى يشتري صمت هذه الممثلة إلى قضية تزوير وقضية تدخل في الانتخابات أيضا. يعني المشكلة فيما دفعت هذه أو فيما أعلنه ترامب عن كيف صرفت هذه الأموال، يعني هل هذا توصيف دقيق؟ نعم، المشكلة صحيح. قانونية المشكلة أن ترامب يعتبر صحيح المشكلة قانونيا أن ترامب يعتبرونه تلاعب في بعض الأوراق الرسمية وذكر فيها معلومات خاطئة تخص هذه الأموال، قائلا إنها أموال أتعاب محاماة أو أموال قضائية أو مصروفات قضائية، بينما هي في الحقيقة لم تكن كذلك، بالإضافة إلى حجبه لهذه المعلومة عن الناخبين. وبالتالي تحاول الآن هيئة الادعاء أو يحاول المحققون في هذه القضية إثبات تهمة التدخل في الانتخابات على ترامب،
في هذه القضية، بالإضافة لأنهم يرون فيها مثلما قالوا في المرافعة الافتتاحية اليوم إنها قضية جريمة مؤامرة، وأنها ببساطة عملية تدخل في الانتخابات وحجب للمعلومات. بينما ردت هيئة الدفاع في المقابل أن هذه القضية ليس لها أي علاقة بالتدخل في الانتخابات، وليس لها علاقة بالانتخابات في الأصل، وأنه لم يكن من الجدير بالمحكمة أن تنظر هذه القضية أصلا، وأنه لم يكن من الضروري طرح هذه القضية، محاولين التهوين من التهم الموجهة ضد ترامب. كذلك ترامب نفسه، وربما كانت هذه المرة الأولى التي أسمعها منه، هو تقريبا يعترف ضمنيا بأنه بالفعل قدم هذه الأموال للممثلة، ولكنه يقول في نفس الوقت أن هذه ليست بالقضية الضخمة وليست بالمشكلة الكبيرة، وأنه أمر صغير وبسيط، ولا يجب أن تقوم هذه المحاكمة عليه بهذا الشكل، ويرى أن في ذلك محاولة للتقصد من جانب وزارة العدل التي يتهمها بالتبعية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنها تعمل بأجندة ديمقراطية بهدف إقصائه من الانتخابات. طيب رامي، وسريعا، ما هي المحاكمات الجنائية الأخرى الأربع التي يواجهها ترامب، وما مدى حظوظه في هذه القضية، قضية الممثلة أو قضية شراء الصمت؟ في هذه القضية في الحقيقة نعم خالد، في هذه القضية يعتبرها هيئة الدفاع ويعتبرها المراقبون هي أبسط قضية يواجهها ترامب، حيث أن الإدانة فيها لن يترتب عليها أي شيء، والعقوبات فيها ستكون عقوبات بسيطة جدا، ولن تمنعه في النهاية من الترشح في انتخابات الرئاسة وللحصول على منصب الرئيس. ولكن هناك ثلاث قضايا أخرى مهمة، ربما القضية الأهم هي قضية اقتحام الكابيتول، اقتحام مبنى الكونغرس في 6 من يناير عام 2021، والمنظورة أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه القضية إذا أدين فيها ترامب، حيث يتهم فيها بالتآمر ومحاولة إحداث تمرد والكذب والتضليل، هذه التهم في الحقيقة كفيلة بأنها تضعه في السجن لفترة طويلة، وقد تمنعه أيضا من الترشح في الانتخابات. كذلك قضية حيازة الوثائق السرية والتي تنظر في المحكمة في فلوريدا، هذه أيضا قضية بشأن سوء التصرف في بعض الوثائق السرية من جانب ترامب، هذه أيضا قضية خطيرة وإن كانت أقل خطورة من القضية السابقة، قضية 6 يناير. تبقى قضية أخيرة في ولاية جورجيا، وهي قضية محاولة التدخل في الانتخابات، وهذه أيضا بجانب قضية 6 يناير تعد الأخطر، والتي إذا ما أدين فيها ترامب بمحاولة الضغط على بعض القائمين على الانتخابات في ولاية جورجيا ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات، انتخابات عام 2020، فإنها بالتأكيد ستكون مؤثرة في طريقه إلى البيت الأبيض. شكرا جزيلا لك رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، على كل هذه التفاصيل والمعلومات. أثرت الإجراءات التي اتخذتها شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام بتقليص ظهور المنشورات والحسابات السياسية الخاصة بمرشحي الرئاسة الأمريكية لمتابعيهما، وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى قواعد جديدة فرضتها ميتا على المعلنين السياسيين بعد أعوام من تباهي مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج بدور منصته في السياسة وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. ووصل حجم الإنفاق على الإعلانات السياسية على المنصة الأشهر عالميا إلى 324 مليون دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 605 ملايين دولار في عام 2024. يذكر أن إدارة فيسبوك قد بدأت تتخذ تحركات عملية لإنهاء استغلال المنصة الرقمية في الدعاية الانتخابية والسياسية عقب اتهامات بشأن محاولات عملاء للتأثير على السباق الرئاسي الأمريكي في عام 2016، وأدى إلى مساءلة زوكربيرج عدة مرات أمام الكونغرس الأمريكي. انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التفرقة في تعامل الشرطة مع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية والمتظاهرين المحبين للولايات المتحدة، وقال ترامب في تدوينة له عبر منصته للتواصل الاجتماعي
تروث سوشيال إن المتظاهرين المناصرين للقضية الفلسطينية يسمح لهم بالجلوس والتجول بحرية، بينما لا يسمح للمواطنين الأمريكيين الذين يريدون جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بالاحتجاج السلمي، موضحا أنه تم تجميد حرية التعبير والتجمع لمؤيدي الولايات المتحدة. إفشال الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، محاولة الغالبية الجمهورية في مجلس النواب عزل وزير الأمن الوطني أليخاندرو مايوركاس، عكس بشكل واضح الانقسام السياسي الحاد حيال معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود. وبغض النظر عن اتهامات الجمهوريين للديمقراطيين بالعجز عن صياغة قانون يعالج هذه المشكلة، فإن تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية الأمريكية مع المكسيك سجل أرقاما قياسية منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض بدءا من عام 2021. فبحسب أرقام أجهزة مراقبة الحدود، فإن نحو 6.5 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا أمريكا في عهد بايدن. أمام هذه الأزمة التي تعود إلى عقود طويلة وتمثل قضية مهمة للناخب الأمريكي، هنا تطرح العديد من الأسئلة. لماذا فشلت أمريكا في ضبط حدودها؟ وأي فريق سياسي يتحمل هذه المسؤولية؟ من واشنطن ينضم إلينا السيد براند سادلر المسؤول السابق في البنتاغون. سيد سادلر، مرحبا بك. لماذا عادت قضية الحدود مرة أخرى على السطح لتظهر بهذه القوة؟ هناك عدة موضوعات تجعل من موضوع الحدود على قائمة الأمور الهامة التي تحدث الآن في الولايات المتحدة. هناك العبور الغير شرعي، العبور غير شرعي للمهاجرين، وهو الأمر الذي يحدث بأرقام غير مسبوقة منذ حضور الرئيس بايدن لرئاسة الولايات المتحدة. ونحن نعلم أنه منذ عدة سنوات أرقام ومؤشرات الجريمة ترتفع بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين هم غير مسجلين في السجلات الأمريكية وقاموا بارتكاب العديد من الجرائم وهم ليسوا على رادارات الشرطة المحلية. ومنذ عدة سنوات تحدث مقارنة بالشرق الأوسط، هناك معدلات جريمة مرتفعة وهجمات إرهابية، لذلك يخاف الشعب الأمريكي ما أن تؤول إليه الأحداث في الولايات المتحدة بالمثل وأن تكون هناك هجمات إرهابية. لقد رأيتم ما حدث في كابيتال هيل في الأسابيع الماضية، وللأسف
كان هذا قرار هام، وكان يحاول الجمهوريين يقومون بعزل مايوركا ولكن لم يحصلوا على التصويت الكافي. طيب في بمناسبة الأرقام سيد سادلر، هناك 6.5 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا أمريكا في عهد بايدن فقط، يعني هذا الرقم طبعا يوصف بأنه رقم كبير. من يسأل عن دخول هذه الأرقام الكبيرة في عهد بايدن؟ يعني تفسيرك أنت لهذا الرقم؟ الرقم هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية قصيرة بدون أي تحكم أو ضبط لهذه العملية. وهناك من يقول أن عدد المهاجرين غير الشرعيين يصل إلى حوالي 10 ملايين، وهم يقومون بغزو كل حدود الجنوبية للولايات المتحدة، والمسؤولية تقع على بايدن وعلى الإدارة الخاصة به. ووزير الأمن الداخلي مايوركا هو الأكثر مسؤولية عن هذا، ولكنه يعمل وفقا للسياسات التي تم وضعها بواسطة الرئيس بايدن. ومنذ يومه الأول في الإدارة أعطى قرارات. إذا كان بايدن قد قام بوضع قرارات في محلها لكان الأمر أسهل في التحكم في عدد المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الإدارة الديمقراطية سيد سادلر ترى حلا لهذه المشكلة في صياغة قانون. هل الحل القانوني هو الأمثل من وجهة نظرك؟ هناك الكثير التي يتوجب عليهم فعله. بالنسبة للديمقراطيين لا يوجد لديهم حل لهذه المشكلة، وهذا قبل وصول بايدن إلى الإدارة الأمريكية، والأمر يتعلق بتوفير أموال فيدرالية وأن يكون هناك موظفين موجودين. مرة أخرى هذا يعتمد على توافر أموال، لذلك ليس في مصلحة الحزب الديمقراطي أن يكون هناك حل لهذا. ولكن حيث أن حاكم فلوريدا وحاكم تكساس قاموا بمحاولة طرد المهاجرين الغير شرعيين إلى مدن مثل شيكاغو ولوس أنجلوس، وهذا يسبب انقسام داخل الأحزاب السياسية في أمريكا اليوم. هناك قانون HR2 الذي تم تمريره في مايو العام الماضي، ومجلس النواب يرفض إقراره. أنت قلت أنه ليس من مصلحة الديمقراطيين حل هذه المشكلة، لماذا سيد سادلر؟ يعني لو توضح لنا هذه النقطة. واحد من الأسباب هو كيفية عمل النظام في الولايات المتحدة. هو تجد أن أموال فيدرالية يذهب إلى الولايات ذات أعداد الناس، فبإمكان الديمقراطيين أن يقوموا بضخ أموال للأماكن التي بها أكبر عدد من السكان، وهي المناطق التي يسيطرون عليها. وهذا يعني أن كلما كانت الأماكن مزدحمة كلما حصلوا على أموال أكثر، كما وفقا لأرقام العام الماضي. في الماضي كان أمر يتعلق بالولايات الحدودية. سيد سادلر، طيب الجمهوريون من جانبهم يقدمون حلا من نوع آخر وهو إقامة الجدار الحديدي، هل أنت مع هذا الحل؟ هو أجدى نفعا من الحل القانوني الذي يقترحه الديمقراطيون؟ أظن أن الحائط هو جزء من الحل، وهو أمر ليس جديد. هو تم طرح هذا الموضوع منذ أيام ريغان،
وتوجب أن يتم الانتهاء من المشروع لأن جزء منه موجود، ولكن عندما تقوم ببناء هذا الحائط هذا لا يعني أنه لن يكون هناك عبور، ولكن يعني أن يكون هناك بوابات موجودة في ذلك الحائط، وأن يتمكن الأشخاص الذين يريدون الهجرة من الدخول من خلاله عوضا عن تعرضهم للوفاة في الصحراء. وكذلك فإن عدم وجود هذا الحائط أيضا يكون مدعاة للتهريب. طيب ما رأيك أنت كمسؤول عسكري فيما يريده الجمهوريون من إقالة السيد أليخاندرو وزير الأمن الداخلي؟ أعتقد أن هذه أول خطوة للوصول إلى الرئيس وهو المسؤول النهائي، وهناك تحقيقات تتعلق بالفساد تحت إدارة بايدن وأمور تتعلق مخالفات قام بها الرئيس، وهذه المخالفات قامت بخرق القانون. لكن أنت قلت سيد سادلر إنه وزير الأمن الداخلي يتصرف وفق رؤية فريقه الحزبي وهو الفريق الديمقراطي. نعم هذا صحيح، ونتفق أنه في نهاية المطاف فأن الرئيس يجب أن يكون عرضة للمساءلة، وهذا سيحدث في نوفمبر القادم هذا إن لم يتم عزله قبل ذلك الحين، لأن خرق القانون لأنه قام بخرق القانون بعدم حماية الحدود، وكذلك قام بالكذب على مجلس الكونغرس. فنحن نعلم أن أشكرك سيد سادلر، شكرا جزيلا لك سيد برين سادلر المسؤول السابق في البنتاغون، أشكرك من واشنطن. وأشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، ختام هذه التغطية الخاصة بالانتخابات الأمريكية، فاصل قصير بعده الانتخابات حول العالم.